فحينما يؤذن لصلاة الفجر أؤدي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك أو عقب ذلك أصلي صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك، وأن يجعل ما أصابك يا أخي رفعة لدرجاتك وتكفيرا لذنبك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي الصلاة مع الجماعة لعذر، فإنه يخفف في حقه ذلك. وقد ذهب جمهور أهل العلم على أن ترك الجماعة إذا كان لعذر فإن ذلك جائز عند عامتهم، كما قال عتاب بن أسيد رضي الله عنه كما في الصحيحين: أصابني في بصري أو قال في بعدي بعض الشيء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أحب أن تأتي بيتي فتصلي فيه فأتخذه مصلى. وجه الدلالة أن عتاب لما كان مريضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بترك الجماعة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مريضا أو يشق عليه الخروج من المسجد من البيت فلا بأس أن يصلي في بيته، لكن إذا كان جماعة فهذا أفضل إذا كان يستطيع أن يجدها، سواء كان مع زوجه أو مع أولاده أو مع بعض بناته، والله أعلم. وأما كونه إذا أذن مؤذن الفجر إذا انتهى المؤذن صلى ركعتين ثم صلى بعد الفجر، فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا صلى بعد انتهاء أذان المؤذن على حسب التقويم الموجود عندنا في تقويم أم القرى، فإني أرى والله أعلم أن صلاته صحيحة، وذلك لأن ما يقال أنه تقديم فإنما هذا التقديم قد لا يكون إلا بمقدار الدقيقة والدقيقتين، فبمجرد انتهاء المؤذن من الأذان فإنه حتما قد دخل الوقت. ثم إنه يجب ألا تكون هذه المسألة مسألة إثارة بلبلة بين المسلمين، وذلك لأن مسألة دخول الوقت الفجر خاصة قد مما يختلف فيه أنظار الناس، وليست مثل الدخول وقت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء التي تكون العلامة فيه ظاهرة بينة لا تحتاج إلى تأويل أو إفهام. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم، ولم يقل سبحانه حتى يبين، فمما يدل على أن ذلك قد يكون على حسب حال المكلف. ولهذا كان ابن أم مكتوم لا ينادي، يعني لا يؤذن صلاة الفجر حتى يقال له أصبحت. فبعض الصحابة يرى أنه قد دخل وقت الفجر، وبعض الآخر يرى أنه لم يدخل وقت الفجر، مما يدل على أن الأقرب والله أعلم أن دخول الوقت من حسب تقويم أم القرى أن الإنسان لو صلى بعدها مباشرة أن صلاته صحيحة. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة قال فلم يجبه، ثم أمر بلالا، هذا وجه الدلالة، ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة ظلمة الليل والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مع من قال طلع الفجر، مع أن الصحابة أعلم من هؤلاء أصحاب الزمان، سواء كانوا علماء أم عامة من معرفتهم للأوقات. فإذا كان الصحابة قد اختلفوا وكان الذي يقول بالتبكير هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا يدل على أنه لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة. وإذا كان الإنسان له اجتهاده فينبغي ألا يشدد على الناس، كما قال أبو الدرداء: ما رأيته من نفسك فاجعله ولا تجعل عذابا لأمة محمد، والله أعلم. بارك الله فيك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.